موجات الأحلام ثقلاك مثل جبال، لو ساءت الأفعال أو ضاقت الأحوال، لو جاءت الأحلام ثقلاك مثل جبال. هاموا الشراع مدوا الشراع، هاموا الشراع هاموا الشراع مدوا الشراع، في مركب الدنيا طالت لنا الأيام، لا ينفع البهتان يا سيد الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك ربنا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الأمطار والخيرات والبركات والغيث النافع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خيرا على البلاد والعبادة، اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الأفاضل، أكيد في ظل التحولات والتحديات التي يشهدها واقعنا العربي وعالمنا الإسلامي، ما أحوجنا مشاهدينا الأفاضل للعودة إلى الكتاتيب القرآنية وإلى المدارس القرآنية وإلى أرضية الزوايا، حتى نكتسب مناعة إيمانية روحية وقرآنية نجابه من خلالها كل التحديات كل التحديات والأخطار المحدقة بنا. وبالتالي أكيد التربية الإيمانية مشاهدينا الأفاضل هي سلاح شبابنا وسلاح كذلك أطفالنا وأبنائنا، دائما من أجل مجابهة تحديات الواقع وتقلبات الحياة، وأيضا من أجل تحقيق طموحاتهم وأهدافهم أيضا. فالتنمية الروحية هي أساس التنمية البشرية التي هي مرجع عمارة الأرض وإصلاح، فإصلاح المجتمع مشاهدينا الأفاضل قائم أساسا على إصلاح الفرد لذاته ولنفسه دائما، وأكيد ذلك يكون بالتمكين، تمكين القيم الأخلاقية والقيم الإيمانية والقيم الروحية. في هذا صدد مشاهدينا الأفاضل بحول الله سنحدثكم في برنامج الشراع عن أهمية التربية الإيمانية وعن أهمية كذلك التكوين الإسلامي دائما ودوره في النهوض الفردي وكذلك المجتمعي. وفي هذا السياق دائما مشاهدينا الأفاضل أرحب مباشرة بالأستاذين الكريمين، أبدأ بالبروفيسور رباح قشاد الخبير في علم الاجتماع. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. شكرا للاستضافة، شكرا جزيلا. أهلا. كذلك مشاهدينا الأفاضل باسمكم جميعا أرحب بالأستاذ عيسى بخدوني، أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم. مرحبا. أهلا وسهلا أستاذ فاطمة وأستاذنا البروفيسور رباح قشاد، سعيد جدا أن أكون معه. وكما قلت أمطار إن شاء الله غيثا مغيثا على بلدنا وعلى قلوبنا بالإيمان إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد أستاذ الكريم التربية الإيمانية هي هكذا القوة المحققة للانتصارات، القوة المحققة للنجاحات، وهي أيضا ما أحوجنا في واقعنا هذا المعاصر والمتسارع والمليء بالتحديات بكل أنواعها، للعودة إلى أصلنا الثابت إلى القرآن الكريم وإلى السيرة النبوية الشريفة، وبالتالي على أكيد على الأسر الجزائرية وعلى الآباء وعلى الأمهات الحرص دائما على أهمية التربية الإيمانية والتربية الروحية لأبنائهم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت يا أستاذة، وهو موضوع مهم في بناء الفرد والمجتمع، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى له عناية كبيرة، خاصة في مراحل دعوته في البداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا بدأت دعوته من أسرته، والأسرة هي لبنة المجتمع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجهر بدعوته دامت الدعوة السرية 3 سنوات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس فيهم العقيدة والإيمان، لأن التحديات التي ستواجههم صعبة جدا مع قريش ومع الدول المجاورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له نظرة بعيدة ونظرة استشرافية، فكان يغرس فيهم أولا العقيدة،
وحب الله عز وجل، وكذلك نجد أن الآيات المفصل جاءت في ذكر الجنة والنار، ثم جاءت الأحكام، فلم يشرع مباشرة النهي عن الخمر، إنما تدرج الله تبارك وتعالى في إنزال الأحكام، لأن البداية هي الإيمان. الله تعالى قال: قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فغرس الإيمان في المجتمع يجعل المسلم يعيش السعادتين، سعادة الدنيا والآخرة، وكذلك حتى يسعد المسلم في أسرته فعليه أولا أن ينشئ الأسرة تنشئة إيمانية متعلقة بالله عز وجل تغنيه عن مراقبته الذاتية. فإذا غرس في أبنائنا معرفة الله ومراقبة الله عز وجل وكذلك القيم الأخلاق الفاضلة، هذه مما يجعل الإبن صالحا. ولذلك الله تبارك وتعالى يذكر لنا في سورة الكهف أن الله تعالى بين لهم الجدار فقال: وكان أبوهما صالحا. لم يذكر اسم والديه، لكن صلاحهما ذكر الله تعالى أن والديه كانوا صالحين. ولذلك كان الجميع من الأنبياء أو جمع من الأنبياء كانوا يسألون الله تعالى قبل الزواج الذرية الصالحة. إبراهيم عليه السلام كان يقول: ربي هب لي من الصالحين. وهذا الذي ينبغي أن نفكر فيه أولا، ما هي بداية التربية الإيمانية؟ التربية هي فن ومهارات وهي مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. التربية ليست هي موروث ينتهي أو اجتهاد في الخطأ والصواب، بل هي علم ومسؤولية ومهارة. فلذلك ينبغي للمسلم أن دائما قبل أن يتزوج أن يتعلم مهارات التربية، ولا يمكن أن نطلب من المتربي أن يكون متربيا وننسى المربي. فكذلك المربي يحتاج إلى مهارات ويحتاج إلى علم. والسيرة النبوية ذكرت لنا نماذج كثيرة في التربية النشء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول يوم دخل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. فالأخوة الإيمانية، هذه الرابطة القوية، مما جعلت الصحابة يضربون لنا أروع الأمثلة. تقاسموا فيما بينهم الأموال، ورأينا التعاون والتكامل والتكافل. حتى إن هرقل لما سأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة قال: هل يرتد أحدهم سخطا على دينه؟ قال: لا. فقال كلمة جميلة، قال: كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. يعني الإيمان دائما الإنسان، ما الطفل لما يتربى وينشئ على الطاعة وعلى معرفة الله عز وجل وخشيته والإنابة إليه، ومهما يعني حاد عن الطريق سيعود، لأن الشعلة الإيمانية تتوقد من جديد. فما أجمل أن نغرس في أبنائنا أولا حب الله عز وجل وحب نبيه وحب الوطن والأعمال الفاضلة والآداب العالية. فالمروءة هي ما تدفع الإنسان إلى الأعمال الصالحة وتبعده عن سفاسف الأمور كما يقول أهل العلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولى لها أهمية بالغة، ونجد ذلك في تعامله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكذلك تعامله عند أخطائهم عندما يخطئون، وكذلك كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال الصغار، وكيف كان يغرس فيهم الإيمان. يركب ردفا له ابن عباس وهو كان غلاما، والغلام هو من الفطام إلى البلوغ، يعني ممكن يكون 10 سنوات، ويعلمه كلمات. هذا الحديث العظيم ومنهج حياة في التربية. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. وما يعني الإنسان يقف عند هذا الحديث، لم يقل له أعلمك كتابا، إنما أعلمك كلمات. وهذه الكلمات من جوامع الكلم التي تربي الطفل. فقال له: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والله النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهذا الغلام الصغير ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم التأويل. ويعني نجد أن ابن عباس استفاد كثيرا من حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم. فغرس النبي صلى الله عليه وسلم فيه معرفة الله، احفظ الله يحفظك. ثم بيّن له أن في حياته سيتعرض إلى أشياء مصائب، وأن هذه المصائب قدرها الله
عليك وأنها كتبت في الأزل عند الله عز وجل، وأنه لو اجتمع الإنس والجن لن يضروك بشيء، لن يضروك بشيء إن كتبه الله لك. هذه مجملها يعني ما يسمى بالعقيدة التي ينبغي أن نغرسها في الطفل. لذلك حديث كثيرة في فضل التربية الإسلامية والتربية الإيجابية في رقي المجتمع والأسرة والمجتمع. ممتاز. وهذه القيم أستاذ الكريم تستمر كذلك مع الطفل خلال المراحل العمرية الأخرى. أنتقل إليك بروفيسور رباح كشاد. أكيد التاريخ الحضاري صريح وواضح عند الحديث دائما عن التربية، وكذلك الحديث عن مختلف يعني الأمور، القيم الروحية وغيرها هي الأساس. هذه القيم الأخلاقية هي القاعدة أستاذ الكريم من أجل بناء الفرد وبناء المجتمع. وكثيرا ما نتحدث عن بناء الإنسان وبناء الحضارة وغير ذلك، لكن أكيد ذلك لن يحصل ولن يكون إلا من خلال البناء الأصيل للطفل، أليس كذلك؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. شكرا أستاذ خدوني، أكيد أعطانا مدخل ممتاز. هو مدخل مهم جدا في عصر يحمل من مخاطر ويحمل من مخاطر. نحن الآن بعض الاستراتيجية تكلمونا على الرجل الأخير، الآن في محاولة في العالم الرجل الأخير أو الإنسان الآخر. ما هو الإنسان بدون جذور؟ هذا هو يعني العولمة بالمفهوم الاستراتيجيين هكذا، ولكن الرجل الأخير بمفهوم ثقافة أخرى باستعمال كل ما هو من تكنولوجيا رقمية. صحيح. وما نراه إلى غير ذلك. أكيد عندما تكلم عن التربية، تربية الناس إلى غير ذلك، فيه منظومة القيم. هذه منظومة القيم فيه مناهج لغرسها، لذا لم تترجم إلى سلوكات فأنها تبقى فقط ك ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وسبقه العمل. يعني المفهوم هذه القيم هي في التربية أنها تتجسد، صحيح تتجسد في شخصية الإنسان منذ الطفولة، وهي مرحلة مهمة. صحيح. جدا في بناء الشخصية، تحصنه يعني تعطيله ذلك السلوك القويم في مجتمع يحمل مخاطر وفي عالم منفتح. اليوم نحن نتكلم عن طفل اليوم، ليس طفل السبعينات. صحيح. ربما في كثير من الأحيان، وهنا تذكر مقولة أينشتاين، يقول لك من السذاجة أنك تنتظر نتائج أخرى بنفس طريقة التفكير. بمعنى من السذاجة أننا نريد نربي الطفل اليوم بذهنية السبعينات، وهذا غير ممكن. في السبعينات كانت المؤثرات قليلة جدا. صحيح. يعني بساطة نوع ما، البساطة المحيط إلى غير ذلك. لكن اليوم هنالك صراع كبير، في الصراع الذي يصارع الأولياء في تربية الأبناء هي كل الوسائط إلى غير ذلك. يعني حتى هنالك من يتكلم عن الصراع بين الأب التكنولوجي والأب البيولوجي في التربية. فاليوم ليس بالسبعينات، سبعينات بسيطة جدا، يعني أنك تأثير على الأطفال على ذلك. أما اليوم فنرى كما نقول هنالك مؤثرات كثيرة. وبالمناسبة يجب أن ننتبه، هنالك الغول الإلكتروني وهو الذكاء الاصطناعي الذي الآن بدأنا نرى أثره، ما نبه إليه كثير. نضعه في الجانب الديني، يعني ربما مسلمين للأسف الشديد فيه نوم نفطن لما تكون المصيبة. في عمل كبير الآن على هذا المستوى. يعرفون أن الشباب أغلبهم في الفيسبوك إلى غير ذلك، فترين يوم من الأيام تبدأ هنالك فبركة بعض الصور لتشويه الدين وتشويه كل هذه القيم إلى غير ذلك. وبالتالي ترين أنت إذا كانت منهج التربوية التي نعتمدها هي تقليدية في مواجهة مناهج التدمير، وهي بمناهج خطيرة جدا وسائط إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة فنرى أن يبقى كأنها المناهج هذه لا تعطي فعاليتها. فهنا العمل الكبير عندما نحصن الطفل بالقيم الدينية. وكل في المجتمعات، كل مجتمع نحن لنا قيم ذهبية. نعم طبعا. في النقطة التي ذكرتها بروفيسور، تحدثت عن الغزو الثقافي والغزو الفكري، واليوم كذلك العولمة الرامية إلى تغيير الثوابت وتثبيت المتغيرات. كل هذه الأمور أثرت على أفكار وعلى أخلاق الأطفال وأيضا الشباب. يمكن أن نقول أن سبب ذلك عدم تحصينهم بالثقافة الإسلامية وبالقيم الدينية. قد يكون فعلا، سؤال ممتاز. فنرى مثلا، نعطي مثال بسيط، نرى مثلا ما هي المؤسسات التي تلعب هذا الدور الكبير. نتكلم على المجتمع ككل. عندما يخرج الطفل من المدرسة يجب أن يرى هذه القيم في المجتمع. جيد. فلا ندرسه وقبل المجتمع الأسرة أستاذ. الأسرة هي جزء مجتمع، نأتي المستوى الكلي. كلي نعم. فندرس التلميذ مادة التربية الدينية، كذلك منهج التدريس هو منهج تلقيني. للأسف الشديد نقولها دائما، ما زلت أركز على هذا الأمر مهما حتى بقينا ولو ثانية في الحياة.
الملاهج المستعملة في هذه المواد التي هي هندسة شخصية الإنسان. الطفل لما يدخل في السنة السادسة يعني هنا تبدأ في مرحلة مهمة جدا في بناء شخصية الطفل. إذا تلقنا هذه المواد ونعتبرها مواد ربما عادية، وأتذكر مثلا أعطي مثال، في اليابان تجيب البكالوريا علامة عالية جدا، إذا رسبت في التاريخ ما يعطيوكش البكالوريا في التاريخ الياباني. فمثال بسيط يعني المواد الاستراتيجية، نسميها المواد الاستراتيجية، في تلقين هذه القيم تأتي المدرسة التي تلعب دور كبير. وهنا يجب أن نركز، حتى إذا كانت الأسرة قصرت فهنالك المدرسة التي تعوض. ولكن طريقة تلقين القيم الدينية إلى غير الإنسان هي مثل ندرس الجغرافيا إلى غير ذلك، وبالتالي فيحفظها التلميذ في يوم وعملت بعض التجارب يعني بعد سنوات تسألوا والله حتى الحفظ ينساه. صحيح. أما هذه المواد الأصل مش في الحفظ، أصل أنها تترك البصمة في هندسة الشخصية، بمعنى أن طرق التدريس إلى غير ذلك، حتى المحتويات نراها في كذلك، المحتويات نراها أن المحتويات لا تتماشى مع الغاية اللي تكلمنا عليها في هذه الحصة، وهي التحصين، مواجهة المخاطر المحيطة بالإنسان بصفة عامة والإنسان المسلم في حقيقة بصفة خاصة. نرى ما نرى من المخاطر، المنظومة التربوية لها دور كبير جدا. نأخذ المسجد كذلك، مؤسسة مهمة جدا. صحيح. مهمة جدا مع كل الصعوبات، هي تقوم بما تقوم به من مجهودات، ونحن نعرف الصعوبات التي تلقاها المساجد، ولكن كذلك لها دور كبير. نتمنى كذلك أن المسجد الأعظم يكون هو يعني مؤسسة استراتيجية إن شاء الله. إن شاء الله يعني فيه عمل كبير في هذا الاتجاه، ولكن موضوع كما قلنا حساس ودقيق كذلك. صحيح. أنتقل إليك أستاذي الكريم عيسى بخدوني، وتحدث البروفيسور أبا حكشاد عن دور المدرسة، دور المسجد، دور كل المؤسسات التي تساهم أكيد في الساحة الفكرية والثقافية وأيضا الدينية. نتحدث أيضا عن دور المدارس القرآنية أستاذي الكريم، أكيد المدارس القرآنية لها دور كبير في هذه، في تنمية القيم الروحية. ونعود إلى الحقبة الاستعمارية، المدارس القرآنية كان لها دور كبير أكيد في الحفاظ على الشخصية الإسلامية الجزائرية، وفي إفشال مخططات المستعمر الفرنسي الرامية إلى تنصير الشعب الجزائري وإلى تجهيله. واليوم كذلك أمام الغزو الثقافي الفكري، أمام التحديات التكنولوجية وغير ذلك، والأفكار الداخلية التي يروج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا المدارس القرآنية لها دور كبير في استقطاب وفي احتواء الناشئة وفي تلقينهم القيم الأخلاقية والقرآنية. نعم أستاذة، كما قلت لم يبقى لنا إلى المدارس القرآنية التي هي صمام الأمان. نعم. لكن أذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن ثم علمنا القرآن الإيمان. جيد. فجميل جدا أن نحفظ القرآن جيد، لكن قبل حفظ القرآن أولا أن نتعلم مادة الأخلاق. ممتاز. والقيم هذه كان أجدادنا، لما نجد الكتب مثلا الفقه تبدأ بالعقيدة ثم الطهارة ثم تتدرج في الأحكام، فكذلك القرآن الكريم الآن هذه السنة رأيت إقبالا منقطع النظر، يعني حتى في مسجدنا مثلا لم نستطع أن نستوفي العدد الهائل من الطلبة، يعني الاحتياط أحيانا بعض المساجد يقول لك عندي 800 واحد احتياط، ما شاء الله، وهذا عنده 500 احتياط، يعني يحتاج الآن إلى المسجد لم يعد يكفي المدارس القرآنية. ما شاء الله، هذا إن دل على شيء يدل على حرص العائلات الجزائرية كذلك. وإذا أسقطنا هذا على الواقع الذي يحدث الآن في غزة، نعم، هذا الثبات وهذا الصمود، كان الشعب كله يهيأ إلى هذه المرحلة. صحيح. ولا يوجد شيء يثبت الإنسان كالقرآن الكريم عند المصائب، فهذه المصائب الذي عندما نرى ونفتح الشاشة على غزة لا نجد ولا واحد فيهم اعترض أو يعني مل من هذا الجو، ولا واحد، يعني أقيجي واحد يقول من لينا بزاف، ولا واحد. السر؟ هذا السر هو في القرآن الكريم. لو نرجع إلى الوراء سنجد أنهم كانت تعرض حلقات ختم القرآن في يوم واحد في غزة، يعني إذا وجدت أنت مثلا أستاذة الجد حافظ القرآن والجدة حافظ القرآن والعم حافظ القرآن والخال حافظ القرآن، كيف سيكون هذا الطفل؟ هذا هو. ونجدهم أستاذ الكريم ليومنا هذا على الرغم من الصدمات والهجمات والضربات لا يزالون ينظمون مختلف الفعاليات القرآنية كذلك. السر في القرآن. وإذا رجعنا إلى تاريخنا المجيد نجد أن الزوايا والكتاتيب هي التي صدت هجمات التنصير والصليبيين. صحيح. الذين كانوا يريدون أن يسلخوا هذه الأمة عن دينها، فالقرآن بقي هو مثبت هذه الأجيال إلى هذا.
ومنها كذلك من هذه المدارس ومن هذه الزوايا تخرج كبار القادة وأقوى الذين ألحقوا بالمستوطن الفرنسي يعني هجمات يعني بطولات في ميدان الشرف والبطولة. أكيد حتى العلامة ابن باديس رحمه الله كانت له نظرة بعيدة، يعني أول ما أسس مدرسة للفتيات لأنه يعلم أن من هذه الفتاة التي ستصبح أما يعني ستكون أسرة صالحة في المستقبل، فكان يركز جل اهتماماته على الإناث، والحمد لله يعني لما نجد في المسابقات دائما الإناث متفوقات. صحيح. احنا الحمد لله مؤخرا كانت المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في تلمسان، يعني الآن أصبحنا نكتشف طلبة يعني خارقين. صحيح. يعني نوابغ في القرآن وكذا، فبقي على الوالدين أن يحفزوا أبنائهم على القرآن. يعني مليح تستثمر في ابنك في القرآن، معليش تخسر دراهم، لكن هذا القرآن سيعلمه كل شيء، سيغنيك عن مراقبته، لأن القرآن يردعه، القرآن يقوم سلوكه، فيجيب عن تساؤلاته، خاصة مع العولمة التي الآن الشبه الخطافة والرياح العاتية من الشبهات التي الآن يملكها هؤلاء أعداؤنا الذين يسخرون كل أوقاتهم و أموالهم لصد الناس عن هذا الدين. طيب احنا لا يبقى أن نكون ردة الفعل، بل ينبغي أن نكون فاعلين. أضرب على سبيل المثال دولة اليابان الآن ليس عندها جوجل تاعها الموجود، عندها جوجل تاعها خاص، عندها فيسبوك تاعها خاص، لم يستطع أن يخترقوا بسبب أنهم محصنين. احنا حتى الرسوم المتحركة ينبغي أن تكون إنتاج جزائري، لا نستورد رسوم متحركة فيها بعض الأشياء التي ربما تغير سلوك الطفل كالعنف، ومثلا على سبيل المثال رسوم متحركة هذه تاعها القط والفأر، يعني ماذا ستعلم الطفل؟ تعلم الطفل أن مهما بذلت من جهد ستفشل، لأن القط بذل كل جهده ولم يستطع أن يتغلب على الفأر، لكن هم لهم نظرة بعيدة ونحن لا ننظر إلى هذه الأشياء. لهذا ما أحوجنا أن نكون نحن منتجين، نحن نكون صانعين ليس مصنوعين، ونكون مؤثرين وليس متأثرين. فلا نستطيع أن نجابه هذه الحملات، خاصة بعض الأباء لا يملكون الوسائل التقنية، ما يفهمش الفيسبوك، الأب الآن ما يعرفش يراقب وليده لأنه هذه التقنية جديدة بالنسبة له، ولهذا التربية تتغير على حسب الزمان والمكان، كلما يظهر شيء جديد يحتاج إنسان إلى دراسته وكيف يقاومه، لأن أجدادنا ما كانوا يسمعوا بهذه الحملات الآن عبر الذكاء الاصطناعي وهذه الشبه الخطافة حول القرآن وحول الحديث وحول الأسرة وكذا، لأنه الآن الدول الأوروبية تفككت من الداخل كما قال أحد العلماء، الآن لا نحتاج إلى ندعوهم الإسلام إنما ندعوهم إلى الإنسانية، لأنهم خرجوا من الإنسانية مباشرة. فكيف نعصم أبناءنا؟ القرآن الكريم، استثمر في ابنك في القرآن الكريم، حفزه، ادفع عليه الأموال الهدايا حتى يختم كتاب الله عز وجل وسيكون صالحا. والله تعالى الولد الصالح إذا استثمر فيه الوالد فإنه ينفعه في دنياه وينفعه في قبره لأنه صدقة جارية، وينفعه في أخراه أن الله تعالى في الجنة يرفع والديه من أدنى السماء الجنة إلى أعلى الجنان، يلحق الله تعالى به أبنائه ويكسى تاج الوقار. هذه التي ينبغي على الأباء أن يركزوا عليها، النتيجة أنك ستفلح في الدنيا وتفلح في الآخرة، يعني سيكون صدقة جارية بعد وفاته، كل حرف قرأه في مصحفه أو من حفظه فهو في ميزان حسناتك. ولهذا أقول للأباء احرصوا عن أن تعلموا أبنائكم أنتم سورة الفاتحة، ما تخلوش واحد آخر يعلمهم الفاتحة، علموهم أنتم الفاتحة، لأن كل ما يقرأ سورة الفاتحة فهي في ميزان حسناتك. فلهذا ينبغي أن نستثمر في القرآن كذلك، ليس فقط قرآن حفظا لا ندري معانيه. صحيح. ولهذا قال ابن عبد الله بن عمر كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، كنا نتعلم ما مدلول القرآن، لأن الصحابة كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآيات. نعم. فلهذا تعلموا الإيمان قبل القرآن فنفعهم القرآن فزادهم إيمانا وثباتا. ويمكن أن نقول أن تدهور حياة الأمة في شتى المجالات ربما يعود سبب ذلك إلى تدهور علاقتنا بالقرآن الكريم. نعم. على الرغم من اهتمامنا بالقرآن الكريم حفظا. نعم. وتنظيم مسابقات وغير ذلك، لكن روح القرآن الكريم هي الغائبة هكذا. صحيح. وبالتالي كما ذكرت نقطة مهمة، علينا لا نكتفي فقط بحفظ القرآن الكريم وإنما بفهم وتدبر القرآن الكريم. نعم. حتى يعني لما لا تبسط مفاهيم الإعجاز العلمي للناشئ. نعم. فذلك يساهم ويدرس كذلك. نعم.
مادة ويساعد أيضا في تثبيت في تثبت الدين صحيح. يعني لدى الناشئة. أنتقل إليك بروفيسور رباح كشاد، وكما ذكر قبل قليل الأستاذ الكريم عيسى بوخدوني قال أهمية أن نكون منتجين هكذا، أهمية أدب الطفل الأستاذ الكريم كذلك، الإعلام التربوي، كل هذا في تنشئة أو ضمان تنشئة صحيحة وسليمة لأبنائنا، وحتى يكونوا كذلك أفراد صالحين مصلحين فاعلين كذلك في الأسرة في المجتمع وفي الأمة. ممتاز. في الحقيقة يعني الآن الاهتمام بالأطفال هي سياسة واضحة للطفل، مهم جدا نضع سياسة واضحة للطفل. ما هو الطفل الذي نريده؟ هل الطفل ما هو الطفل؟ الطفل بمفهوم العولمة، مفهوم انفتاح، الطفل الذي عنده شخصية قوية ولكن لا يخاف من الانفتاح. هذا سؤال كبير والله واحد ما راح يجاوبك عليه بكل صراحة، لأن غياب سياسة الطفل مش موجودة. الأستاذ تكلم على الإعلام مثلا، ولا قناة للطفل، مثال بسيط. مثال حتى الألعاب، نعلم الآن ما تسمى الألعاب التربوية. جيد. الألعاب التربوية وجدنا كثير من الأسر تبحث عن الألعاب التربوية، ربما تروح توجد ألعاب تربوية عندها بعد تجاري فقط، يعني ما تعرفوش فيه هذاك. يعني نعطيك مثال، مثلا باربي، في بوبي باربي، يعني الدمية باربي، كثير من الناس حتى الإعلام أستاذ الكريم له دور كبير، صناعة سينمائية، فيلم الرسالة ربما أفضل من ألف درس السيرة النبوية الشريفة. بقي فيلم الرسالة ولكن ليس هناك أعمال أخرى. نعطي مثال، تكلمت على دمية باربي، الناس كثير ربما يتجاهلوا بأن هذه الدمية وكل الصناعة السينماتوغرافية الأمريكية منذ الأفلام الويسترن الثلاثينات حتى اليوم غايتها هي غاية بناء الحلم الأمريكي، وإلا كيف نفسر بلد قارة أخرى فتجدي في اللوتري هذيك تاع الاخر الاف المسلمين يسجلوا بشي الحلم الامريكي صنع بدميه باربي، هي اللي هي صوره المراه الامريكيه اللي نعطيها للطفل يحلم بها، هي موجهه للاطفال. فهذه الغايات الناس ماهيش تلعب. احنا اللي ربما نغفل هذه الامور، فالاستراتيجيه تعارضها بالاستراتيجيه. للاسف الشديد ثقافه الفعل ورد الفعل لا تاتي ثمارها، ثقافه الفعل ننتظر ثم رد فعل، هذه الطريقه في التعامل مع المخاطر في النهايه لا تعطي. فيجب ان تكون لك سياسه للطفل، التربيه الدينيه فيهاش كلام، ولكن بمنهجيه بسيطه. سيره الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم، يعني لماذا لا تحول الى برامج تربويه بسيطه للاطفال؟ يعني في يعني خزان فيه كذلك الرافد الاخر وهو الثوره التحريريه، قيم الثوره التحريريه. صحيح. يعني انا اتساءل، يعني الطفل تحصنه من زوايا مختلفه، التحصين وش معناتها؟ تحصنه بمفهوم بناء الشخصيه القاعديه وينفتح العالم العلمي الى غير ذلك. فتكلم الاستاذ على البلدان الاسيويه، البلدان الاسيويه الان فيه صراع، ناس كثير ربما يفهم، فيه صراع حضاري وثقافي في العالم بين الغرب ورأس الولايات المتحده مع الصين، وكل حابين يغيروا ثقافه الصينيين لذلك بأدوات جهنمية، صراع ثقافي. لماذا؟ لأن لما تغيري صراع القيم تغيريه بالأفلام بكل المغريات، هما عندهم الغاية تاعهم أولا تجارية، ولكن في السوق قضية ما يسمى بالاستلاب، استلاب، ولكن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى غايتهم، في لأن المجتمعات الصينية في المنظومة التربوية في التاريخ كلها محصنة بطريقة، احنا نسموها في الاستراتيجية البنشمارك، يعني طريقة البنشمارك هو تستفيد من النماذج الناجحة. فلنا نماذج ناجحة، لماذا لا نستفيد منها بالمناهج ولا نستورد القيم؟ لنا من القيم أنك تبني مجتمع في الحقيقة بطريقة رائعة جدا. نعم. حتى أستاذ الكريم قبل قليل ما دام تحدثنا عن المدارس القرآنية، أكيد دورها لا يقتصر فقط في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم علوم الدين، وإنما أيضا في مجابهة الانحرافات الأخلاقية، وأيضا في تحقيق الأمن المجتمعي، وفي مكافحة الجريمة بكل أنواعها. فعلا هو في الحقيقة هو واسع، يعني لما يعني كان حقنا فاكسا، يعني لما تحصنوا لكن كما قلنا تحصنوا بمناهج في الحقيقة بعيدة عن التلقين الذي يبقى تلقين فقط، لكن مناهج تربوية ممكن نستمد منها ليس بالضرورة من الغرب، لكن صحيح. لنا في تكلم الأستاذ على الحركة الإصلاح وكل هذه الحركات. سؤال بسيط نحن نعرفه باختصار شديد، فرنسا استعمار جندت أكبر العلماء، اجتماع العنصريين الفرنسيين وعلماء النفس
في استراتيجية الثورة مضادة الثورة الجزائرية، ماهوش غير العسكر، هذو جندتهم يعني كان عندهم مخابر يخدموا، ولكن جابه ناس كانوا بسطاء. كانوا بسطاء بحد باديس وكل جماعة العلماء المسلمين وكل الزوايا كذا ذلك، لأنهم ربما احنا كانت يعني ينطلقوا من المجتمع في التنوير بطرق بسيطة جدا، وهم استعملوا في الحقيقة ميرسي وغيرهم من 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 المفكرين العنصريين الذي كان هدفهم هو مسخ الشخصية الوطنية إلى ذلك. صحيح، بارك الله فيك بروفيسور بحكشاد. انتقل اليك استاذي الكريم عيسى بوخدوني. اكيد ركزت التربيه الاسلاميه على التربيه بالقدوه باعتبارها احدى اهم العوامل والاساليب الاكثر تاثيرا على الطفل هكذا، وبالتالي اذا اردنا مثلا ان نغرس في لدى اطفالنا قيمه الصدق مثلا، علينا ان نكون نحن اولا صادقين هكذا. واكيد الاطفال اليوم جيل التكنولوجيا، وايضا هم أذكياء هكذا بالدرجة الأولى، وربما هناك من الآباء الذين يعتقدون أن الأطفال ربما لا يتأثرون أو لا يتأثرون بهذه الأمور، القيم التي تكون عكس ما يطلبه الأولياء مثلا. هناك الكثير من الأطفال يدركون لما لا مثلا أن ما يطلبه الآباء وما تطلبه الأمهات عكس ما يقومون به. نعم صحيح أستاذة، كما قلت هذا أنا مجرب مع أولادنا. نعم. فسياسة المنع لن تفلح مع هذا التيار الجارف، إنما سياسة ترشيد هذه المعلومات وجعل هذا الطفل عوض أن يكون متأثرا بما يراه، خاصة بعض الألعاب التي تمس جانب من جوانب عقيدته، فنحن نرشده إلى أن هو يصبح صانعا للمحتوى. ولهذا الشيخ مالك بن نبي رحمه الله تعالى جاء سأل واحد، قال له حبيت نربي طفل كذا، قال له شحال في عمره؟ قال له 4 شهور. قال له فاتك التربية. قال له التربية تبدأ قبل ما تتزوج أصلا. علاه؟ لأنه نجد أن علماءنا وسلفنا الصالح كانوا يدعون الله عز وجل قبل الزواج أن يرزقهم ذرية صالحة، فاستجاب الله لهم لدعائهم، ثم سألوا الله الزوجة الصالحة فرزقهم الله الزوجة الصالحة. هنا تبدأ الأسرة الصالحة، أن الإنسان يعرف يختار الزوجة الصالحة ويتختار الزوج الصالح، فيكون تكافؤ في التربية. لأنه إذا كان الوالد توجهه غير توجه زوجته سيصل خلل في التربية. ولذلك قال يعني الإنسان يبدأ قبل الزواج يفكر كيف يربي، وينظر إلى هذه الآن التي نراها على شبكات التواصل وكذا الألعاب. أحيانا لو نبقوا ندرسه ونشوف الطفل صغير على شيء يريح مثلا 5 ساعات وهو يلعب، لأن في الألعاب فيها أشياء محفزة، ما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا والمرحلة الثانية فيها محفزة أكبر. هذه لو استثمرت عندنا في التربية خاصة في التحضيري والتمهيدي، لهذا هو الأساس تاع الطفل، هنا يبدأ غرس القيم تاع الطفل. فإذا ركزنا احنا على التحضيري وجيدا على غرس القيم والسيرة النبوية وكذلك شرح مفردات بعض الآيات حتى يفهم الطفل وش يقرأ، خاصة التربية بالصورة، الطفل يحب يشوف صور. فخاصة مثلا في تاريخنا المجيد، لماذا نحن ندرس المعارك التي لا نستفيد منها مثلا؟ إننا ندرس أبطالنا تاريخنا، نحن لازم نعرف أبطالنا أولا. لا نعرف مثلا الأمير عبد القادر معاركه، المقراني، هذه شخصيات لازم يقراها الطفل الصغير ويراها صورة أمامه حقيقية، ماشي يتصور أمير عبد القادر كيفاش داحته يكبر باش يشوف صورته، لا، من الصغر يشوف صورة الأمير عبد القادر ويعرف البطولات تاعو، يتعلم الإنجازات هذه الأبطال تاع هذه الأمة. وكذلك المدارس القرآنية كما قلت يا أستاذة، من لم يكن يدرس القرآن فقط، نجد أنهم كانوا يدرس متن المعاشر، كان النحو، كان الفقه، كان علوم الآلة اللي تساعد الطفل كانت موجودة. الآن الطفل صار يقرأ من الابتدائي إلى الجامعة لا يتقن حرفة، لأنه في العطلة ما عنده يدير. بصح لو كان في ربية هذا الطفل أو هذا الشاب عند العطلة يتعلم حرفة، كي يخرج للحق الجامعة عنده حرفة يخدمها. فلهذا يقول لك عندي شهادة ما لقيتش خدمة، لماذا؟ لأنه لم يتعلم حرفة في حياته، فكان الوالدين هم الذين ينفقون عليه، فلم يعطى له الاستقلالية في إيجاد حرف في تعلمها. ولذلك كان أجدادنا المربين يعني جدودنا كانوا الطفل غير يخرج من الكل يقول روح نحي الحشيش، روح نحي اللوبيا، نحي كذا، تعلم حرفة حتى يعتمد على نفسه لا يعتمد على والده. احنا الآن ولا الطفل ما يقدرش يتحرك إلا اعتمادا على والده، ما يخرج إلى مكان المكان إلا بإذن،
إلا يعني برخصة. فالطفل يصير مربوط بوالديه، يقدر يتخذ أي قرار، وهذا راجع إلى أن الطفل لم يعطى في بداية تربية كامل أنه غرس فيه الإرادة والاستقلالية في إنجاز الشيء. مثلا يقول بعض العلماء الطفل لما يكون في عمره عام وخمسة شهور يحب يمتاز بأشياء، يحب يبين روح استقلالي، يحب يحط من كرسي وحده، يحب يطلع كرسي وحده، فالوالدة تمنعه تخاف خوفا عليها. هذا ما يتربى عنده مساحة الأمان، واللي يعرف باللي ما يقدر يدير حتى حاجة إلا بأمه، فيستدعي دائما يمه، وهذا خطأ. بالعكس خليه يطلع وحده، خليه ينزل وحده، يتعلم استقلالية وحده، ثم يغرس فيه القيم ليس في بداية الصغر، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلم بعد سبع سنوات. أما المساحة من قبلها كلها لعب ومهارات، ويتعلم أشياء كثيرة، يخرج مع دراري يلعب معهم، يعرف حقوقه، يعرف متى يبدأ متى ينتهي النقاش الحوار، هذا كله يتعلم الطفل لما يخرج برا، يتعلم مع دراري صغار. أما أن نتركه في البيت هاك تليفون وسكت، هذا اللي يخرب الأطفال للأسف. صحيح. كذلك أستاذ الكريم، نحن على يقين أكيد أن المنهج الرباني إذا ما طبق بالشكل الصحيح فسوف نرى جيلا فريدا ناجحا وصالحا، لأن أكيد هذا المنهج قائم أساسا على صياغة الشخصية الإسلامية. هكذا كذلك أستاذ، مهم جدا الاهتمام بالنوابع والقدرات والمهارات عند الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذه القدرات والمهارات، فكل صحابي وجهه لما ينفعه، فهذا قالوا أن تحفظ القرآن، أن تحفظ لغة اليهود حتى نرد عليهم، أنت تصلح للمعارك، أنت تصلح للتفسير. فهذه القدرة التي يحتاج المعلم أن يسقلها في الطفل، لما يشوف التلاميذ تاعو الطفل عنده قدرات ومهارات ينميها له، فقد يخرج من هذا القادة. والإمام الذهبي اللي ضربوا به مثلا أن أحد مشايخه قال هذا خط العلا المحدثين، فصار محدثا بمجرد كلمة. بكري كانوا حتى المربين، كان الشارع يربي، كانوا قاعد يربوا، فكان حتى الجار يعطيك كلمة يقول لك أنت تعرف تلعب بالون، أنت تقدر تكون جوا، أنت تكون كذا. فكانت هذه الموجودة. للأسف الآن لما كل واحد شغل انعزل على نفسه ما يقدرش يربي هكذا وحده، فيحتاج إلى علم، يحتاج إلى دراسة كما قلت، لأن التربية تتجدد. والآن كما قال الأستاذ يعني الغربيين وكذا، ما يبث عبر شاشات التواصل الاجتماعي من شبهات، حتى ولو يجوا أولادك يقول لك أبي الله موجود، حتى أمور مسلمات، أمور ثوابت أصبحوا يشكون فيها، لأنه لا نبقى نحن نبقى ندافعوا، لا بالعكس، نحن ينبغي أن تكون لغة الحوار فيما بيننا وبين الطفل في المدارس في المساجد، وربط بين المسجد والمدرسة، والمدرسة مع الحماية المدنية، الحماية المدنية مع المسجد، هذا التكامل هو الذي يقوي المجتمع. نعم، مهم جدا. كذلك أعود إليك بروفيسور رابح كشاد، أكيد اليوم مع شيوع القيم المادية وتراجع القيم الروحية والإنسانية، وأمام التضحية كذلك بالقيم عندما تتعارض مع المصالح المادية، هنا أستاذ الكريم هل يمكن أن نقول بأننا في ظل أزمة قيم؟ يعني كل المجتمعات تشتكي من ذلك في الحقيقة. فعلاً أصبح الإنسان ربما اليوم ضحية لما طوره، وهنالك شكاوي كثيرة صدقيني في المجتمعات التي ذهبت إلى مادية في إلى مادية غير لا يمكن تصورها العقل. مجتمعات ذهبت إلى خرق الطبيعة الإنسانية، المجتمع الأمريكي إلى غير ذلك مثلاً، ومجتمعات الغربية بصفة عامة، وحتى مجتمعاتنا ظهرت ليس فقط الماديات ولكن نوع من الأنانية. احنا معروف ان المجتمع الجزائري كان معروف بالمجتمع التضامن لغير ذلك، لم تذهب هذه القيمة، ولكن هنالك في الحقيقة عوامل كثيرة تترك المجتمعات يعني في اتجاه مادي اكثر منه قيمي، وهو التوازن مهم جدا. نعم. فنرى مثلا ان نتكلم على الطفل والمجتمع والقدوة الى غير ذلك، فعندما يكون التربية للطفل يجب أن يكون هناك كذلك مجتمع هذه القيم سائدة. نذهب على العلاقات المباشرة بين الطفل والمجتمع. فعندما نتكلم عن الكذب كسلوك يجب أن يتفاداه الطفل، فلا يجب أن يكون هناك الكذب في كل مكان. فنرى مثلا هنالك الغش مثلا، هذا أمر مهم جدا، فعندما يذهب مثلا إلى التاجر تكون هناك القيم. تعرفين أن كل المجتمعات فيها أرمادة من القوانين لغيرك لضبط السلوك، ولكن الآن في اتجاه اللي ممكن يكون هو الضبط الذاتي، بمعنى أن الإنسان فيه قيمة مهمة جدا وهو الخوف من الله.
تصوري هذه فقط، تصوري كل يعني كل الآن في الغرب عملوا على كيف يمكن أن هذا الإنسان، هم ربما في المجتمع في المؤسسات أنه ما يخافش مسؤول تاعه، ولكن هو يكون ضبط ذاتي في عمل كبير أبحاث إلى غير ذلك. إحنا عندنا يعني عندنا أمر بسيط جدا، تصوري أن هذا المبدأ الأساسي في ديننا موش فقط قولا، صحيح إنسان يروح يحب يسرق موش يعسوني ما كلا دي الكاميرا، تصوري مجتمع اسلامي معمر كاميرات ومعمر في الحيوط بالحديد، حتى في المساجد يعني المساجد حتى في المساجد كما ذكرت، تصوري يعني تصوري وهذا مؤشر على ان هنالك فيه خلل بين السلوك الذي نبحث عنه والخطاب. ربما هذا الانسان قد يقتنع بالخطاب، ولكن في مرحله ما هذاك الخطاب ينتهي في باب المسجد، لأن لما تديره في غرفة مغلقة تأثر فيه، يخرج المجتمع ينسى. في عمل كبير في هذا المجال، كما تكلمنا من المفروض أن المجتمعات الإسلامية ما فيها لا كاميرا لا الحديد في النوافذ ولا يعني فيه صحيح ما كانش مجتمع جمهورية أفلاطون، ما كانش مجتمع مثالي أكيد، لكن بالمطلق نتكلموا بالمطلق صحيح. بمعنى أن هنالك ربما إهمال هذا الجانب، حتى الإيمان والسيد الكريم ليس مجرد شعور هكذا في القلب أو في الضمير، وإنما هو عبارة عن سلوكيات ومعاملات ينبغي أن تظهر. هذا ليس هذا ما وجه وحده هكذا، نعم. اللي كل ظاهرة لها أسباب، صحيح. وإذا حابين نعالج الظاهرة نروح نديروا تشخيص. أنا أرى هذا يبقى رأيي أننا بناء الإنسان كإنسان في مرحلة ما أهمل، ما معنى بقينا نجريه من ومهمة يعني صحيح. كل ما يتعلق بالجوانب المادية مهمة جدا، ولكن ما وش معناتها رجعنا الإنسان أرقام، عندنا مليون في المدرسة، عندنا كذا، أنا تعطي لي أرقام مهمة، ولكن الجودة النوعية هذا هو العمل. القطاعين مهمين جدا في مسألة بناء الإنسان، ثلاث قطاعات مهمة، قطاع التربية، قطاع الثقافة، قطاع الديني، ونزيدوا الإعلام. هذو ربعة لازم يخدموا مع بعض وعمل متميز لنا من العلماء، لنا من الخبراء، لنا من المختصين. يعني قلنا قبيلة ولا 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 قناة الطفل تخليه يتفرج على قنوات أخرى، والأخطر من ذلك حتى في الجانب الديني أنا نشوف قنوات تنشر سموم. يعني في عمل حتى الداخل ديننا التفرقة، وحتى بنهاية السبعينات ما كانش موجودة، يدخلك حتى تشويش الداخل علي ودينا واحد الجزيئات تخلق أشياء في المجتمع في الحقيقة، وهذا الطفل ولا الشاب إلى غير ذلك في الآن ما هوش يتفرج تلفزيون، أراه في الفيسبوك، صح. يعني لو نديروا دراسة ربما في 90 أو أكثر من 90% هما في الوسائط، وبالتالي الآخر إن شاء الله في الوسائط، وأنت تحاول تواجهه بالوسائل التقليدية. الوسائل التقليدية عندها مكانتها، ولكن يجب كذلك إعادة النظر في الإعلام الديني. يعني في عمل كبير، أنا أؤمن بالعمل الممنهج والاستراتيجي يشارك فيه كبار الشخصيات والعلماء إلى غير ذلك، ونعمل على المدى البعيد المتوسط والقصير. كذلك أستاذ الكريم في نفس السياق دائما، ويعني وانطلاقا من قولك أن بناء الإنسان مهمل هكذا ناقص، حتى لا كوش متطرفين في الطرح. نعم أستاذ الكريم، لو نعود إلى العصور الأولى للإسلام نجد أن القرآن الكريم كانت آثاره تظهر في سلوك المسلمين، وكان كذلك دافعا لقيام الحضارة العربية والإسلامية هكذا. وبالتالي هل ترى اليوم أضحى من الضروري تقنين تعليم القرآن كخدمة عمومية من خلال رصد ميزانية مثلا محترمة للمدارس القرآنية، تكون كالميزانيات المخصصة مثلا؟ استاذ بخدول راه يبتسم عليك. الأخت فاطمة صحيح طرحك مهم جدا، لكن صدقيني رب في بعض الأحيان كما أنا نؤمن بواحد نمط رائع عند اليابان، يقول لك بالفرنسية يترجموه لبتيت شوز دون لي غران شوز، الأشياء الصغيرة تعطي الأشياء الكبيرة. في بعض الأحيان ربما تعملي ملايير الدولارات لكن تعطيك نتائج ضعيفة. في بعض الأحيان لا بعض يعني في المسألة يجب أن يكون هناك أولا نبحث الأسباب تشخيص، وفي عمل كبير فتحوا المجال للعلماء والخبراء والمختصين. هذا رأيي، المجتمعات تبنى بالعلم والدين والثقافة، لا تبنى بال 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 بهكذا بمقاربات غير مفهومة. كل المجتمعات تعمل، تكلمنا قبل أن أنتهي هنا، المجتمعات الآسيوية لماذا تقاوم الصراع مع الغرب وخاصة العرب في أمريكا؟ فيه صراع جنوني جهنمي، لأنهم جندوا كل العلماء وكلهم وداروا استراتيجية المواجهة، ووصلوا في النهاية ثلاث في أمريكا ثلاث مدن تشاينا تاون، مدن صينية داخل أمريكا، نعم.
هذه المدن تلعب دور كبير. يعني تصوري هذا احنا عندنا من التجارب ولكن لنا صحيح. من المقومات اننا ممكن ان نقوم اكثر بذلك بشرط ان نعود بالبساطه العلماء والخبراء هم الذين يبنون استراتيجيه صحيح. في برامج وتخطيط ونخدموا على بركه الله. نعم ان شاء الله. بارك الله فيك بروفيسور بحكشاد أستاذ الكريم عيسى بوخدوني، دائما في ذات الصدد وفي ذات السياق عندما نتحدث عن المدارس القرآنية نتحدث كذلك عن أهمية الاستثمار في حفظة القرآن الكريم ليكون كذلك نماذجا ناجحة. مثلا الاستثمار في هناك العديد من النماذج، الكثير من الحفظة للقرآن الكريم هم متخصصين كذلك في شتى المجالات العلمية، في علم الطب، في الفيزياء، في علم الفلك غيرها، وبالتالي أهمية الاستثمار كذلك في هؤلاء مثلا لتقديم مختلف الدروس ولتحفيظ كذلك الناشئة القرآن الكريم. هنا أكيد الطفل يقتدي به من حيث أنه حافظ للقرآن الكريم وأيضا متخصص في مجال علمي هكذا وناجح في حياته. نعم هو أستاذ ينبغي أن نجمع بين العلم الشرعي والعلم الحياتي. نعم مرينا بمرحلة واحد الوقت يقول لك لا العلم الشرعي فقط وهذا خطأ. لا بالعكس العلم الشرعي يحتاج إلى العلم الحياتي والعلم طبعاً. الحياتي يحتاج إلى العلم الشرعي. قلت أستاذة المكافآت مثلا للمدارس القرآنية أرجع إليها وشيء طيب جميل جدا طبعا هتنضمن لها الاستمرارية. نعم. لأنه التطوير أيضا. نعم إذا تاريخنا المجيد تاريخ الأندلس مثلا الحضارة التي قامت على ماذا كانت تقوم على يعني تحفيز العلم كانت تعطى للعلماء أموال نعم أموال طائلة للتعلم والتكنولوجيا والتطوير الحضارة. فإذا نحن الآن لماذا الآن تغيرت عند شبابنا القدوة؟ لأنه ما نعظمه يعظمه شبابنا. إذا رأى في شبكة التواصل الاجتماعي الرجل التافه له أتباع ويعطى له الأموال ويكرم ويقدم سيظن أن النجاح هذا هو العلم. ما عندي ما يدير بيه وما عندي ما يدير به فيتوجه إلى هذا. إذا وجد مثلا الرياضة جميل جدا لكن ليس غاية إنما وسيلة صحيح. إذا تخلطت عند الطفل المفاهيم بين الغاية والوسيلة راح يولي يشوف الغايات وسائل والوسائل غايات. نجحت في الكرة لا يعني أني لازم ننجح كما أنت في الكرة، لا أنا أنجح في شيء الذي أحتاجه. أعطيك على سبيل المثال مرت معنا وباء كورونا الله لا يرده إن شاء الله إن شاء الله شاف الله تعالى كلش المسلمين إن شاء الله إن شاء الله يا رب. لم نحتاج إلى الأدوية إنما نحتاج الخبراء، نحتاج من يصنع الدواء صحيح. فلهذا لما يعني هذه القدرات الشبابية الموجودة توجه إلى ما تحتاجه الأمة الأمة ترتقي صحيح. وهذا التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية الأخرى كان سمة بارزة يعني في العصور الأولى للإسلام، يعني ابن رشد ابن الرازي وغيرهم الكثير يعني تخصصوا في شتى المجالات العلمية، لكن قبل ذلك تفقهوا أولا في الدين. ابن سينا حفظ القرآن الكريم وعمره لا يتجاوز 10 سنوات. نذكر من علمائنا على سبيل المثال تعرفينه ويعرفه ربما بعض الشباب لا يعرفونه، أبي الفضل المشداري كان يتقن 28 فنا لم يكن يعرف القرآن فقط، حتى أنه تكلم في الفلك حتى في الموسيقى وكتب فيها. لم يكن العلم حكرا فقط على الاختصاص، لا كان مفتوح المجال. ولهذا صحيح. كانت الحضارات بجاية وتيزي وزو وتلمسان وأضرار هذه الحضارات والكتاتيب والمحاضن العلمية التي كانت أنتجت علماء كبار، يعني لما خرجوا خارج الجزائر اندهش فيهم العلماء، يعني علم غزير. ابن معطي أول من ألف 1000 بيت في النحو جزائري لم يدرس في جامعات كبرى، إنما درس في زاوية صغيرة وحفظ على شيخه وأبدع وشهد له القاصي والداني. إذا لما نهتم بفن من الفنون نحتاج الدولة ما تحتاجه، هذا هو الآن علم التكنولوجيا هو السائد، يعني علم الأبحاث وهذه هي الآن هي السائدة في العالم. فنحن ينبغي أن ينفق الأموال على هذا الجانب الذي نحتاجه نحن، وهؤلاء الذين يدرسون في المدارس القرآنية نجباء، يعني غالب المعدلات الكبرى طلبة نجباء. الذي استطاع أن يحفظ القرآن بصما هذا يستطيع أن ينتج لك شيئا. نعم وأستاذ الكريم بروفيسور بحكشات دائما في نفس النقطة، اليوم هذه يعني المدارس القرآنية وأيضا حفظة القرآن الكريم أثبتوا أنهم هم المتفوقون في شتى المجالات العلمية وهم المتحصلون كذلك على المعدلات الكبرى في شهادة البكالوريا. عندما هنا أشير إلى ولاية كيكدا وقد شهدنا أن هناك مجموعة من الطالبات تحصلنا
طالبات حفظت القرآن الكريم، حفظنا القرآن الكريم وتحصلنا على معدلات عالية تتراوح ما بين 14 و17 معدل، وبالتالي أكيد يعني التجارب الحمد لله أثبتت أن الحافظين القرآن الكريم هم المتفوقون في المجال الدراسي، وأيضا القرآن الكريم يساهم في تهذيب أخلاقهم وفي تهذيب سلوكياتهم وغير ذلك. وبالتالي اليوم ربما يعني الحمد لله في العطلة الصيفية وأيضا في شهر رمضان نشهد إقبال كبير على المدارس القرآنية، هناك يعني اهتمام كبير من قبل الآباء والأمهات، لكن عند الدخول المدرسي يتراجع يعني الإقبال، وبالتالي أكيد وحتى نقدم دائما نصائح للأولياء عليهم أكيد أن يدركوا بأن القرآن الكريم هو أفضل معين للدراسة والمذاكرة هكذا. أكيد لأخذناه من زاوية الاستثمار في الإنسان، في القرآن الكريم هو يعني استثمار مضمون يعني النتيجة. صحيح. أكيد لأنه نتكلموا بمفهوم اقتصادي يعني الاستثمار لما استثمر تنتظر النتيجة. أعطيتي بعض الأمثلة. الشيء الجميل كذلك وهو إعلاميا الآن حتى في الدول أكثر تطورا المقاربة المتعامل عليها الآن وهي ترويج نماذج ناجحة في المجتمع. هذا أتمنى كذلك ليكون عمل كبير للشباب ترويج النماذج الناجحة الطبيعة لا تأبى الفرع. فأستاذ تكلم على ما تسمى بالقدوة يعني أنها في النماذج الناجحة سواء شباب الشاب ما راحش كل صراحة يعني يكونوا صراحين الشاب تأثر فيه بشاب كما هو نموذج ناجح تجيبلوش واحد شيخ وتتفضل هذا واقع تصل فكرة أكثر عندما يقدمها الطفل هذه الترويج النماذج الناجحة مهمة جدا لتحفيز الأطفال يعني ها هو النماذج بطرق بسيطة جدا نستعملوا يعني كل الوسائط المختلفة وبالتالي فيجب كما قلنا مقاربة بهذا النوع يعني ماش نقولوا احنا أننا كل شيء مصحر لا فيه شباب صحيح فيه الحمد لله يعني يكفي أن نذكر فقط العمل الخيري يعني دائما نذكرها أن في شهر رمضان شباب كان مساكن ماتوا طرف طريقي في فطروا في الناس راح شو هذا يعني تصوري في وقت الفطور يوقف الشاب هذا الشاب هذا اللي يحتاج دلو بورتري وتروج له في القنوات وتروج له في الصحافة وشوف يعني من أنا أسميه العدوى الإيجابية فعل الخير وقيس عليها الكلام يعني الشاب حتى أستاذي الكريم في أزمة كورونا في حلائق الغابات نجدهم دائما في الصفوف لكن نحن في كثير من الأحيان للأسف الشديد هذه ظاهرة الأخرى أننا نكبر الزوم تاع الحراقة ونقلص الزوم تاع شباب الخير وشباب الخير رغم أنهم كلهم أولادنا وبناتنا يعني حابين باللي هذو تاع الحراقة يكونوا أكثر لهيك وهي أسبابها ماهوش الحصة اليوم في يوم من الأيام نتكلم عليها ولكن الاستثمار كذلك مهم جدا في التربية ولكن نكمل في هذه النقطة بالذات كذلك ماهوش التربية ليست كلام فقط ولكن قدوة على كل المستويات ماهوش الأسرة الشاب نعطيه قدوة كأستاذ كمسير ككل لما يشوفني قدوة الشاب رجع له الثقة ولكن إذا يشوفني مور الستار نهضر له شيء والسلوك تاعي شيء آخر صدقيني يدخل في اضطراب وبالتالي الشاب يحتاج كلام ولكن يحتاج قدوة كذلك أمانه بالمعنى الحقيقي للكلمة صحيح أستاذ الكريم عيسى بوخدوني كذلك أكيد الطفل في هذه المرحلة يحتاج منا قيما أخلاقية عديدة نغرسها فيه وكذلك نرشده إليها وقيما أخرى سلبية علينا كذلك نحذره منها وكل هذه القيم إما أن تبني شخصية الإنسان أو شخصية الفرد أو أن تهدم هذه الشخصية وبالتالي هنا عندما نتحدث عن القيم الإسلامية نتحدث عن القيم الأخلاقية والإيمانية التربوية أكيد هي الأساس في بناء شخصية الطفل لكن علينا التفكير أولا حول كيفية الاستثمار في هذه القيم حول مثلا علاقة الطفل مع محيطه علاقة الطفل أولا مع الله سبحانه وتعالى علاقة الطفل مع نفسه مع أسرته مع المجتمع وغير ذلك نعم مع الكون هكذا نعم هي البيئة الحاضرة للطفل نعم أولا هي الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع صحيح. إذا صلحوا في أربعة أخرج جيلا صالحا ونافعا نبحث إذن أين الخلل هل هو في الأسرة أو في المدرسة أو في المجتمع هذا هو الإشكال يعني الآن الخلل موجود في كل هذه الأمور يعني موجود خلل ربما في التربية لأنه أصبح كما قلت أستاذ الطفل ذكي أكثر من الوالد في مسألة التكنولوجيا الآن هذه المقاربة ليس بسهلة باش يولي الأب يقرأ واش قرأ الطفل صعب ما يفهمش بالعكس حتى ولا طفل يحل مشاكل الهاتف الباب اذا هو طلع عليه مستوى في جانب هذا لكن نصائح الوالد للابن
أن يرشده إلى طيب هذا أنت تتقنه، استعمله في الخير، روج لما فيه الخير كما قال أستاذنا، يعني خاصة في الجانب التطوعي، هذا مما يقل من مشاكل الآفات الاجتماعية. الطفل لما يوضع في الكشافة الإسلامية ولا نحطه في الجمعية خيرية، ماذا سننتظر منه؟ سيتعلم قيم وأخلاق. يعني أنت ما عندكش وقت باش تعلمه، لكن كاين مربين واحد آخرين وبعدك. فكذلك كما قلت أستاذة، يعني حتى المدرسة القرآنية بالمناسبة يعني هناك جهود تبذل، الحمد لله، حتى من أعلى هرم من الرئيس، ويعني مسابقات بعنايته وبرعايته، شيء طيب لا ينبغي أن ينكر. كذلك جهود المسابقات الموجودة على مستوى المديرية الشؤون الدينية والأوقاف، وكذلك في المولد وغيره في شعبان وفي رمضان، هذه كلها جهود راهي تنتج طلبة ما شاء الله. لكن ثم ماذا بعد؟ طيب الطفل ختم قرآن، طيب بعد وين يروح؟ يحتاج إلى مرحلة ما بعد القرآن، وهي أنه لابد أن يأخذ الإجازة، ثم بعد الإجازة يتفرغ إلى العلوم الأخرى. إذا وجد له مهارة في فن من الفنون، ممكن سيتجه إلى الطب، ممكن سيتجه إلى الهندسة، يعني عنده ميول بعد القرآن. وهذا ينبغي أن يسقله المعلم، يرى هذا النبوغ ويضعه في مجراه الصحيح، ولهذا سيكون لنا في المستقبل قادة كبار. وهكذا ينبغي، ماشي نوصلوا إلى نتيجة درس من أجل أن تأخذ شهادة البكالوريا، وجعلنا من شهادة البكالوريا أنها مرحلة يعني كأنها نهاية العالم مصرية. هي وسيلة وليست غاية، لأنه مازال دراسة بعدها، وإذا ما نجحش في البكالوريا، هناك علماء لم يدرسوا في المدرسة القرآن، المدارس العموم النظامية قط، البشير إبراهيمي على سبيل المثال، كيف نصنفه؟ بروفيسور أو دكتور نصنفه؟ عالم. عالم. فلهذا العلم لا ينبغي أن نضع في رصاننا، يعني لو كان ما يقالش في المدرسة ما يخرج عالم، لا، يقدر يخرج عالم وقالش في المدرسة. صحيح. في الزوايا بمجهوده الشخصي. والقادة الذين يعني شرفوا بلادنا كلهم كانوا أبناء زوايا، يعني ما درسوا حتى مدرسة نظامية. الشيخ صح. نعم. الشيخ البشير إبراهيمي، طيب عقبي، عندك الشيخ أحمد حماني، كلهم رحمة الله عليهم، يعني الجهد الذي بذلوه من أنفسهم مع أن كان صعوبة في التعليم وكذا، فالله تعالى بارك في أعمارهم وبارك في أنفسهم. على سبيل المثال الشيخ طاهر آية علجات، هذا العالم الكبير حياته أفناها كلها في العلم، يعني جاوز المئة وما زال يمد العطاء. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يفكر بأنه مسؤول، مسؤول على هذا البلد، ومسؤول على دماء الشهداء في هذه الأرض الذي يعيشها، عليه أن يخرج زكاة هذه الحياة التي عايشها في هذه الأرض، التي بذل فيها العلماء أوقاتهم ومهاجهم وضحى عليها المجاهدين والشهداء. طيب ما هي الآن دورنا؟ ماذا سنقدم نحن؟ هذا اللي ينبغي أن يغرس في الطفل، أنت ماذا ستقدم لهذا الوطن؟ ليس فقط تدرس تأخذ الشهادة ثم تهرب بها إلى الخارج، فعليك أن تستثمرها هنا. مهم جدا، شكرا جزيلا لك بروفيسور رباح كشاد، دائما تتمة لما قاله أستاذي الكريم، على كل واحد فينا أن يعيد النظر في أحواله، في ظروفه، في إمكانياته، ويسأل نفسه كذلك ماذا قدم للوطن، ماذا قدم للإسلام، وأيضا حتى يشعر الأولياء كذلك بمسؤوليتهم تجاه أبنائهم هكذا. أكيد العمل عمل متكامل، اللي يسلم ما يقيمش أعماله، كيفاش يعني يشوف نقاط القوة ونقاط الضعف. نحن نعرف أن تقييم الذات وتقييم المسار هي سمة من سمات الإنسان الذي يريد أن يتطور. كلنا بشر، ما راناش يعني كلنا بنقاط القوة ونقاط الضعف، لكن الإنسان لما يتوقف ويقوم حتى طريقة التربية تاعو في الأسرة إلى غير ذلك، كل أعمال بدون تقييم صعب أنك تطور، يعني حتى في كل، سواء على مستوى الفرد، على المجتمع، أو على الأسرة إلى غير ذلك. مهم جدا. كذلك على السريع بروفيسور، أيضا أمام التقدم المتسارع في عالم التكنولوجيا، هل يجب أن يصاحبه كذلك تربية روحية تحافظ على توازن الحياة البشرية وعلى القيم الأخلاقية؟ لا يتغير الجوهر، تتغير الطرق. أنت جيل آخر يفكر بطريقة أخرى، جيل مرتبط مباشرة بالإلكترونيات، لذلك مستحيل أنك تحافظ بالطرق السبعينات الأبيض والأسود. جيد. هذا هو يجب أن لابد من المواكبة، المحتوى نفسه الأهداف، وهو ما معمول به في كل العالم. فأنت لا يمكنك أن تلقي الجيل آخر بأدوات صنعت لجيل آخر في السبعينات أو الستينات إلى ذلك، وبالتالي في عمل كبير بما في ذلك المسجد، بما في ذلك المدرسة، كلها يعني تكيف مع شكرا جزيلا لك.
لك بروفيسورة بحكشاد على كل هذه التحليلات، وأيضا أستاذي الكريم عيسى بخدوني شكرا جزيلا لك على كل المعلومات والنصائح. مشاهدينا الأفضل شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يعطيكم الصحة ما شاء الله. بارك الله فيك. نورتنا. لو جاءت الأحلام نقلاك مثل جبال هاو الشراب.